سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جبت لكم كيكه ولا مسكوتو كما نقولوا له حنايا، خفيف وبنين، نتمنى يعجبكم وتجربوه. بالنسبه للمقادير، هنايا عندي 4 حبات بيض، درت لهم قرصه تاع ملح، زدت عليهم علبه تاع ياغورت ناتشيو، علبه كامله فرختهم بنفس البطاطا الياغورت ناتشيو. راح ندير بها زوج تاع سكر، يعني زوج بايض تاع سكر فرخت الاولى وزدت الدوزيام، وراح نخلط مليح، نخلط حتى يذوب السكر. نخلط البطاطا الياغورت ناتشيو وربع حبه تاع البيض والسكر، زوج تاع سكر. بعد ما يتخلطوا مليح ويذوب السكر مع البيض، راح نزيد العلبه تاع ياغورت ناتشيو، نعمرها بالحليب، يعني راح ندير واحده حليب، وراح نزيد علبه ونص تاع الزيت، وهنايا زدت لها مبشور تاع الليمون. لو زيست دو سيترون هنايا راح يعطيها الذوق هايل. وراح نخلط مليح، راح نخلطهم مليح حتى يتخلطوا كامل المكونات. بعد ما نخلط مليح راح نبدا نزيد الفرينه. بالنسبه للفرينه راح نديرو 5 بنفس العلبه تاع ياغورت ناتشيو، 5 تاع فرينه، وراح نزيد لها وحده تاع خميره تاع 10 غرام. راح نكمل نعمر 5 بايض تاع الفرينه، راني درت هذه الثانيه الثالثه، ونزيد الرابعه والخامسه. وراح نخلطو، غير تدخل الفرينة مع الخليط راح نحبسو، منبقاوش نخلطو فيها بزاف. الخليط تاعي راهو واجد. بالنسبة للمول اللي درت فيه، انا استعملت المول تاع السيليكون هذايا، دهنتو كامل بالزبدة ودرت له شوية فرينة، وراح نفرغ فيه كامل هذاك الخليط. كنت شعلت الفرن تاعي على 180 درجة وراح نحطه يطيب. هاوليك الموسكوتو تاعي بعد ما طاب حمر كامل، دخلت فيه الموس لقيته ناشف، عاودت جبدتو ديموليتو وخليته يبرد شوية، وراح درت له القناج باش نغطيه كامل من الفوق. هنايا في كسرونة حطيت كمية من كريمة سائلة لا كريم ليكيد، هنا عندي علبة تاع شوكولا تاع 100 غرام، حطيت الكريمة سخنت، بعد ما سخنت فرغت فيها شوكولا وخلطت مليح حتى تذوب كامل الشوكولا مع لا كريم. هنا القناج راهو واجد، راح نفرغه فوق الموسكوتو تاعي بهذه الطريقة. نتمنى يعجبكم الموسكوتو تاع اليوم وتجربوه. هذا الموسكوتو يجي خفيف ويجي بزاف بنين. ما تنساوش الاعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وشكرا. سلام.